هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اوه ماي جاد، درع اليوتيوب. فين اسمي؟ فين اسمي؟ دقيقة، هذا هو اسم مو بس قناتي، هذه قناتنا دراما بيوتي. نحن الان موصلين تقريبا 200,000 وشيء، ما ادري بس ندوب وصلنا قبل فترة. فشكرا لكم كلكم، وهذا مو اول درع يجيني، هذا كان درع. بس ملاحظة في شيء مرة غريب، نفس القزازة تتحرك، ما ادري شو وضعها. المهم ان الدرع يوتيوب، وشكرا لكم كلكم، الله يسعدكم على دعمكم المتواصل. غير كذا القناة الثانية وصلت 400,000 مشترك، ما انا في حالة صدمة. المهم فيديو اليوم هو حنتكلم عن جهاز الليزر ده، اللي هو جهاز الليزر من شركة فرنسية عندنا اسمها دييس، شيء زي كده. الشركة هذه رسلت لي جهاز، وانا ما كنت يعني مرة ابغى اجرب جهاز الليزر وكذا، بس قلت خليني اجرب مدام انه يعني اوفر على نفسي فلوس، اوفر على نفسي مشوار العيادة وزي كذا. واذا تبوا تعرفوا رأيي في الجهاز ده خليكم نهاية الفيديو، لاني حتكلم شوية عن الشركة وزي كذا. اوكي، الشيء اللي عجبني في هذا، اقرأ في البروفايل انه يعني مو اي جهاز ليزر، يعني لو اخذ شهادات وموافق عليه من قبل مدريش مجلس اوروبي. فانه عجبني ده الشيء، لانه مو اي شيء بحطه على جسمي، فهمتوا؟ فخفت من دي الناحية، لكن لما قريت انه حاصل على شهادات زي كده انه اطمنت. غير كده يجي مع نفس الجهاز هذا ثلاث لمبات زي دي، لمبة ازالة شعر اللي انا استخدمتها، ولمبة نضارة للوجه، وثالث شيء لمبة حبوب، ازالة حبوب، ازالة حبوب. فاذا تبغوني اتكلم عن اللمبات الباقية حطوا لي احلى لايك عشان ان شاء الله تشجع. بس بالنسبة للكرتون وصلني فيه ثلاثة اقنعة، وطبعا ما شاء الله الشركة صارت لي ثلاثة انواع كريمات، كريم للترطيب بين الجلسات، كريم للحروق حق الوجه والجسم. طبعا هذا اذا تحتاجوه، يعني يمكن بس في بداية الجلسات لانه الجسم ما يكون مرة متعود على الليزر، ونظارة عشان لمبة الليزر، وكمان شاحن الجهاز لانه يشتغل على الكهرباء. وصلني ذا الجهاز نفسه وثلاث لمبات، كل لمبة زي هذه فيها، طبعا المفروض ما امسك زي كذا بس عشان اوريكم، فيها تقريبا تكفي انه 10 جلسات، سوري مو 10 جلسات، لا اللي تكفي 10 أشخاص، ولو خلصت عدد الومبات اللي فيها، يعني كل ومبة طاك 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 كده يعني زي كده، تقدروا تطلبوا بس نفس اللمبة وخلاص، يعني تكملوا كمان 10 أجسام. أو ماي جاد، لا. وفي شيء كمان حلو إنه تقدروا تطلبوا نفس اللمبة، يعني مثلاً عندكم أخت أو بنت عم تبى تستخدم معكم نفس الجهاز، فهي تطلب لمبة الحالة يعني خاصة بيها، عشان يعني انه ما تقرف، كل واحدة لها لمبة خاصة تستخدمها على جسمها. فهذا شيء حلو انه بس تبدل نفس اللمبة كده، ما حخرجها وخلاص، انه تستخدمه مع بعض. بالنسبة للليزر او الومبة او اللمبة او اللي تسموه اللي هو ده الشيء، ما شاء الله انه مرة ترى يعني تقريبا زي حق العيادات. تخيلوا، بقول لكم قصة، او ماي جاد المفروض ما اقولها بس حقول لكم دحين. قالت لي الاخصائية حددي جسمك عشان لما تيجي تومضي انه خلاص تعرف المكان. فقلت لي حددي جسمك بقلم فاتح، تمام؟ فانا الشاطرة رحت جبت قلم كحل اسود وحددت بيه جسمي. طبعا هذا الجهاز يحرق نفس الشعرة، اللي هو يحرق اللون الاسود اللي في البويسرة او شي زي كده. فمررت على جسمي بالكحل الاسود وشايفة ان جسمي قاعد ينحرق، انه حاسة زي كده زي العلامات تظهر. فقلت لا لا خليني اكمل. خلصنا الجلسة، طبعا جسمي عادي، لكن مكان الكحول اللي امرت عليه، او ماي جاد قديش حمر وصارت زي الخطوط كده على جسمي. طبعا الغلط من مين؟ ها، مني انا، لانه ما شاء الله جهاز مرة كان قوي على يعني على اللون الاسود. فعلى طول قلت للاخصائيه ترى انت اللي سويتي شيء مره غلط. يعني ما كنت عارفه ده الشيء، اوكي، بس يب حطيت عليه حد الحروق وكذا، الحمد لله راح. لكن ايوه ما شاء الله الجهاز مره قوي واثبت قوته في ده الشيء. فانتبه اذا بتحددوا حط اي شيء فاتح غير الالوان الغامقه. بالنسبه للجهاز شكله زي كذا، يعني شكله حس سلس، في لهم نوع ثاني بس هذا عجبني. anyway جاي معاه دي اللمبه اللي تحدد، يعني آمن إنه ما تستخدمي مثلا في مكان داكن أو شيء زي كذا. فأول ما تشغلي الجهاز إنه تحطيه زي كذا ويقوم يحدد لك على طول، فمكان الشاشة هذه يبان عدد الومبات، تبان درجة القوة، من هنا تقدري تحددي. المميز إنه في ده الجهاز فيه نفس الفتحة هذه، ما شاء الله كبيرة، يعني تسوي الجلد بسرعة
وما يطول معاك. وغير كده عجبني مثلا لما احطه على منطقه يصير اخدم الجنب معناته كده اوكي استخدميه، اما اذا استخدمته كده بطريقه غلط على طول يحمر فما ما اقدر اضرب. طبعا تقدر تضربه من هنا. بالنسبة لتجربتي أنا للجهاز، حاكسر الجهاز. Oh my god please. صراحة أنا بشرتي حساسة، فالأخصائية أعطتني إنه درجة بسيطة في البداية عشان بس جسمي يتعود على الليزر، لأنه هو 5 درجات. فبدأت بالثانية تمام، لأن جسمي يتعود على الليزر. هي الجلسة تصير تقريبا كل أسبوع، سويتها في يدي وفي ساقي وهنا منطقة الكل. أنا متى بدأت أحس بالفرق بين الجلسة الرابعة والخامسة تقريبا، تلاحظ في يدي يعني انه مثلا هنا يطلع منطقة شعر، هنا لا، هنا في شعر يعني في زي اماكن متفرقة. فانا حسبت اني يعني بعد الجلسة 10 ل 20 ما ادري، بس ما حسبت انه ما شاء الله حيدي مفعول قوامي. اسمعوني ترى هذا مو بس دعاية، هذا شيء مجرب. فالان انا وصلت يمكن الجلسة الثامنة او التاسعة تقريبا بعد شهرين بدأ يطلع لي زي كذا الشعر هنا شوية، شعر هنا شوية. فقالت لي انه لازم تحلقي وتضربي عليه، لان تستني دقيقة وتضربي تاني عليه. وهذه الطريقة مرة الحمد لله انبسطت معاها، انه يعني فرق لما كنت اشوف كذا يدي مثلا كلها شعر، لانه ما شاء الله انا جاية من عائلة مليان شعر، وبين انه بس اشوف هنا شعرة هنا شعرة هنا شعرة. فانبسطت مرة بالنتيجة الحمد لله. فالحمد لله يعني انه وانا في بيتي قدرت اسوي زي كذا واشيل الشعر، يعني بدل مشوره واروح العياده واقعد استنى وزي كذا خلاص. حتى بيني وبينكم يعني مثلا الاماكن الخاصه او الحساسه صعب انك كذا تروح العياده وتسوي لك واحده. فهذا الجهاز ما ادري احس انه خلالي خصوصيه، يعني وقت ما بشيل اشيل، الوقت اللي بريحني، المكان اللي بشيله. وكمان قالت لي الاخصائيه انه بعد ما تشيلي بالليزر وزي كذا حيقعد تقريبا الشعر سنتين زي كذا ما يطلع، ولو طلع يعني حتضرب عليه بنفس النتيجة اللي هي مرة مرتين نفس الطريقة الأول. ما أدري هي تحدد لك مين. بالنسبة لشعر وجهي، صح نسيت أقول لك بدي نقطة. بالنسبة لشعر وجهي طبعا ما شفت شيء من شعر وجهي غير فوق الشفاء اللي هي ما نقول له شنب، نحنا ما إحنا أولاد نقول له شنب. فيب كان في شعر خفيف، هو مو مرة بس كان في شعر خفيف، وقلت إنه يلا يعني إيش حخسر لو شلته بالموس. فشلت بالموس على طول بالهذا، ومن الجلسة تقريبا الرابعة بدأ يختفي. يعني بالنسبة للوجه مو لازم تشيلوه كله، بس لو عندكم شعر فوق الشفة مو شنب وشعر هنا عديقين أو شي زي كده شيلوا تقريبا 4 ل5 جلسات، لأنه ما شاء الله شلوه بسرعة. أوكي قبل ما نختم، الجهاز وصلني حصرية من الوكيل تبع الشركة اللي هي هذه. فأنتوا انتبهوا من الأجهزة الضعيفة والأجهزة المقلدة زي كده، أنها متوصل مجانا جميع أنحاء العالم المملكة والدفع عند الإسلام وزي كده. فأنتوا تأكدوا أنكم تطلبوا من الوكيل الحصري، حط لكم اسم الحساب على إنستغرام هنا. حاولوا تطلبوا من الوكيل الحصري لأنه عليه ضمان سنتين، فلو الجهاز خرب أو شيء أو ما يشتغل أصلا هرجع لكم هو وكذا. وبرضو كمان يا برات لا تنسوا ترجع للأخصائية، لأنه أنا ماني أخصائية بس أنا مشيت على كلام الأخصائية وزي كذا. فالحمد لله أنه مرة مبسوط بالنتيجة. وبس والله هذا هو كان الفيديو، لا تنسوا تشجعوني بأحلى لايك، وإن شاء الله سوي لكم جزء ثاني الفيديو عن اللمبات الثانية. وشكرا مرة ثانية ليكم لأنكم وصلتوني لأكثر من 100,000 مشترك ومشتركة وبطاطس. وسيو صح بنات، ترح اكتب لكم ارقام الواتساب تبعهم وحسابهم في الانستا وزي كده، فشوك عليهم. باي.